وبالساعات الجاية أمامنا احتمالين فقط. أما أن يصول المرشد ويدرك ثأره، أو قد يتمخض جبل الثأر ويلد ضربة بملامح هجوم نيسان الماضي. إيران سترد لكي تؤكد لنتنياهو بأنها لديها القدرة أن تردع، يعني لديها القدرة الدفاعية كدولة وليس كأيديولوجيا ثورية. إيران التي سترد إيران الدولة وليس إيران الثورة، لأن إيران الثورة تقاتل في غزة، تقاتل في جنوب لبنان، تقاتل في اليمن، تقاتل في العراق، تقاتل في سوريا، في السودان، في كل مكان. لكن إيران الدولة هي التي سترد. بايدن فعل كل شيء، وذكر لك أستاذ نجاح، كل شيء في سبيل إرضاء وإرضاء إسرائيل وتطمينها وتهدئة الغضب الإسرائيلي، لكن مع ذلك نتنياهو يعتقد أنه بايدن عمل في لحظة من اللحظات كمدافع عن حماس. أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يغادر وإسرائيل في خطر، مو أي دولة أخرى. أنا أستطيع أن أقول أنه لا، لن تكون بملامح نيسان الماضي. نيسان الماضي كان مجرد عرض للقوة، استكشاف للدول التي يمكن أن تنخرط في مثل هذه لصدها كما حصل. والضربة الجديدة التي لا نعلم بها متى ستتم، بالتأكيد ستكون أو ستمارس تنفيذ القوة، يعني ستكون مؤلمة موجعة. هذا يعني أنه في لحظة من اللحظات تأتي الضربة بالصواريخ من داخل إيران وبقية فصائل المقاومة، اللي أنا أرجح اليمن تحديداً ولبنان. العراق لا يوجد تأكيد قطعي على انخراطه في هذه الضربة، لا يوجد تأكيد قطعي.